السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الكبير هنيه؟ لا لسه ما جاش. طيب زين زين. مالك يا ابني مرتبك ومأفور ليه كده؟ أنا واقع في مصيبة ومحدش هيعرف يحلها إلا أنت وشوني بيه. مصيبة إيه يا دي فزاع؟ الواد فهيم أخويا الله يجزيه. الواد باقي له 6 سنين قاعد في جنة، خلص معهد التمريض بتاعه وشغال هناك. قوم جه النصيب حب يخطب بنت من هناك، قال لي راح اخطبها له، قابلنا ابوها وابوها ده ايه ضابط كبير قوي قوي في الجيش. قلت له يا ابوي الناس دي مش من توبنا. قال لي ما عجبوش الكلام، اصل هو يعني كمان هو المتعلم الوحيد اللي فينا وطالع فيها ومناخيره. خلص دي. خلص هري، خلاص الهري. عايز فلوس؟ لا 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 فلوس ايه؟ خيركم سابق، فلوس ايه؟ عاوز ايه؟ المشكله حاجه تانيه خالص يا جنيبيه. المشكلة إن أنا وأنا قاعد مع أبوها عشان نخطبها له، كيف ما الواد طلب يعني؟ لقيته يعرفني ليهم على إن أنا عمدة المزاريطة. ولا فهيم ده، الله يجزيه، فشر فشر ومعار معار. الكذب ده في دمه، فأنا يعني قلت ما أحرجهوش قدامنا سايبه ومشيت الليلة، عملت العمدة وقرينا الفاتحة، والأمور كانت ماشية آخر حلاوة. لحد ما لقيت ابوها مصر انه لازم يرد لنا الزياره كيف ما زرناهم في بلدهم ويرجع لاهله. عمده المزاريطه؟ انت اتجنيت انت واخوك. انت عارف يا معلم لو الراجل اكتشف ان انت مش العمده هيعمل ايه؟ ايه؟ هيحبسك انت واخوك. طيب وايه بس اللي هيعرفه يا جوني بيه؟ وهو يعني لما يجي يزوركم في داركم الكحيان ده هيصدق ان انت العمده؟ لا طبعا ما هيصدقش. امال انت مستني ايه؟ مستني يجي يفضحك انا في البلد؟ انت مفقوس موت انك مش العمده. ليه؟ مفيش كاريزما العمده دي، طلت العمده مش فيك. وانا كنت بقول يعني بعد اذن جنابك يعني يجي على الدوار وقابلهم انا كاني العمده. انت ضارب ايه؟ ما ضاربش. شارب ايه؟ ما شاربش. انت هتغني راب يا ابني، ما ترد عليا كويس. ايه اللي خلاك تتوقع ان دي حاجه هنوافق عليها؟ ساعتين زمن بس يا جوني بيه، ايه المشكله؟ وست هدية تعملها غدوة حلوة بيديك دي، وكمان عاوز تشغلني يا جزمة. مان الهزي اللي انت بتقوله ده انا ماليش علاقة بيه، عاوز تنصب انصب لوحدك. ليه بس يا جوني بيه؟ معلش الله يرضى عليك، معلش والنبي، ده الولا فهيم ده يتيم، لو اتسجن هتسجن معاه. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. خلاص وانت فكرك يعني لو جوني وافق الكبير هيوافق؟ ده الكبير لو عرف حاجة زي دي هيطربق الدنيا. الكبير هيعرف منين؟ ده الكبير ما بيخرجش غير اول النهار وما يرجعش غير بعد المغرب. طب افرض الكبير طب علينا والناس دي موجوده هنا. لا ما تقلقيش يا ست الناس، انا اتاكدت ان الكبير عنده بكره شغل ياما، شغل كتير وما هيجيش غير بعد العشاء كمان، يعني الناس حتاجي وتمشي ولا حس ولا خبر. الله يرضى عليك توافق يا جنبي، الله يفتح عليك يا ست الناس، ربنا يديك، ربنا يفتح. ابني انت بزرار؟ بالرغم ان ادائك مبالغ فيه بس انا موافق. الله يرضى عليك ولد. طب والكبير؟ ماله الكبير؟ انا العمده ومن حقي اديله شخصيتي انتحلها. انتحلني، مالكيش صالح بيه، انا اللي بقول الكلمه هنا. انتحلني. الله يرضى عليك. عندي شرط واحد. ايه؟ قبل ما الجوازه دي تتم تقول للراجل كل حاجه، مش عايزين نضحك على حد. حاضر يا جوني بيه. وحاجه ثانيه كمان قبل جناب، لو رجعت وقلت لي عايزين يزورونا هم بقى ولا يصيفوا ولا ها مفيش. دي اول واخر مره. قلت ايه يا ست الناس؟ موافقة وربنا يستر. الله يرضى عليكي، ربنا يديك، ربنا يفتح عليك يا جوني بيه. الله طيب كان عندي طلب صغير كده. الله يرضى عليكم، يعني يبقى كتر خيرك والناس هنا تبقوا متنادوا للواد فهيم على انه الدكتور فهيم. دكتور ايه؟ هو مش اخوك تمرجي؟ ايه بس هو مفهمهم انه دكتور. سلامة يا كبير، تروح وتاجي بالسلامة. الله يسلمك، ما عرفتش حاجة من برا وانا جاي. أعوز سلامتك يا أخوي. أنا رايح المركز، أجيب لك معي لوليتي. يبقى هات لي البنك لو لقيت. عيني. هو أنت حتاجي ميتة إن شاء الله يا كبير. لا أنا هتأخر شوي، هطلع البنك الأول أجيب فلوس، بعدين أطلع الحاج عوض، أخلص معاه في موضوع طرمبات المية دي. وليه المشورة يا كبير؟ ما تخليه يجي لك هنا وتدي له الفلوس. الراجل كبير ومشاغله كثيرة، وبعدين أنت مالك من أساسه؟ إيه الرد الفارغ ده؟ كل ما أقولها كلمة ترد. ما تاجي يا حبيب، تعال بباطي، تعال 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 بين بابا وماما، تعال تعال خد لك حنان. لا 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 عفو بلا ما اخذ يا كبير، العربيه جنابك جد مرة. اسمع ثاني مره تشوفني بتكلم مع ستك اقل حاجه 7 متر بيني وبينك نكهيتي توقف. هم جنابك. مع الف سلامه يا كبير. طريق السلامه يا كبير.
واد يا فزاع، الناس هتهاجمته. الناس على وصول يا ست الناس. الولد فهيم ضرب لي تليفون وقال لي ان هم في اول البلد، فانا هروح استقبلهم. بس كان لي عن جنابك طلب صغير كده. ايه خبره جنابك؟ العبايه الصوف الكحليه الثقيله اللي الكبير هيحبها قوي يلبسها في المناسبات. ها خبرها. يبقى كتر خيرك لو جنابك شدتها لي في يدك عشان البسها. اوه كانك اتجنيت يا فزاع، عاوزنا نجيب لك عبايه الكبير. معلش يا ست الناس، الله يرضى عليك، عشان نظبط الحكايه صح. ده انت بينك ناوي على خراب بيتي وطلاقي من الكبير. عارف يا ديا فزاع، لو العبايه دي جرى لها حاجه هعمل فيك ايه؟ لا 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 ما تقلقيش يا ست الناس، دي في عيني. طب اتجرى قوام، شوف الناس هتهاجميتك. قبل جنابك. ربنا يعدي اليوم ده على خير. ايوه فزاع انا وصلت خلاص. تعالى يا رباب خش. ما شاء الله ما شاء الله، ايه الجمال ده؟ عين عليكوا برده. اه الدار دي انا قضيت فيها احلى ايام حياتي. يا سلام. لما كنت وانا عيل صغير كنت ألعب في الجنينة دي أنا وأبوي العمد الله يرحمه. الله يرحمه. الجنينة دي؟ أيوة الجنينة دي، أنا وهو وأخوي فزاع. فزاع الحمد لله على السلامة. فزاع كيفك يا فهيم؟ توحشتنا يا دكتور. توحشتنا يا أخوي. كيفك يا فهيم؟ كيفك يا فزاع؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا حضرة البركة. الحمد لله على السلامة. كيفك؟ أهلا ومرحبا عروستنا الحلوة. اتفضل يا فهيم، اتفضل وريحوا من المشوار جوا في الدوار. التمثال دي ماله التمثال؟ فاكر يا فزاع التمثال دي لما كان تحت منيه سلك الكهرباء العريان، وكنا نمسك انا وانت وعيال الكافر ونلعب بيه كهرباء كهرباء، وكل يوم يموت واحد مننا. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يزيده بال. ايوه طبعا ومليت. اتفضل يا جماعه في الدوار. طب فاكر يا فزاع؟ ما فاكر. ايه فاكر لما رحت اشتريت الماصفى وابوك لقاها مخرم وقال لك رجاهي؟ ايوه طبعا وما هنستعملوها كيف. اتفضل يا جماعه في الدوار. طب فاكر يا ما فكرتش حاجه؟ اتفضل يا ست اللواء. ما تقلش على اخوك يا دكتور، بعيد عليه قبل زهيبه البدري. الحمد لله على السلامه. اتفضل يا عروسه. يلا يا رباب يلا تعال خش يا سند عليكي بدل ما ينسانا. اتفضل يا باشا اتفضلوا. اقول لك ايه، استهدى بالله وحب على يدك، اهدى شويه بيلك هتوديني في داهيه. اتفضل يا دكتور. اهلا وسهلا. ما شاء الله ما شاء الله، عيد عليكم برده. منور يا نظيم باشا. منوره باهلها يا عمده. او ماي جاد، ده العروسه الالمانيه؟ لا ليه، مش ده رودي فولر؟ ايه ده يا عمده؟ ايه ده؟ وانتوا عندكم ضيوف ولا ايه؟ لا 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 ده مش غريب، ده هيبقى جوني بيه. شريكو. شريكو؟ ليه متقاعد؟ ليه متقاعد؟ نظيم الاسيوطي بطل من ابطال حروب مصر. انا اسف يعني ايدي مش قادره تطول شويه. ليه؟ اصلها جات لها شظيه سريعه الطلقات من ايام ما كنت في حرب الاستنزاف في سيناء. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لما سيادتك بقى شغال معايا ايه؟ شغل. ايوه يعني ايه نوعيته؟ بزنس. دول بيناتهم شغل كتير قوي، يعني عندك مثلا ملاهي المزرية الجديدة. ملها دي حتكون ملاهي على غرار ملاهي ديزني لاند بتاعت امريكا، بس حيزودوا عليها لعبة المنخ الودودة بتاع السندباد. جابها ازاي دي؟ خياله محترف. اهلا وسهلا. طب بيد الامورة دي؟ انا قريبته. ايوه دي تبقى ست الناس، ست هدية خالتي. خالتك؟ ايوه بس انت مش ملاحظ عمده انها صغيره عليك حبتين؟ ما هو اصلها لا لا اصلاني جدي وجدتي قعدوا 25 سنه ما بيخلفوش بعد ما جابوا ام الحاجه، وبعدين جت خالتي هديه بعد كده. بشار محترف. انا عيطت. اهلا 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 وسهلا يا ست هديه. يا ست هانم لو مؤاخذه دي على قد المقال، مش قد المقال. ولزمه ايه التعب ده؟ ايه يا مش طايله علاه الشظجه مسمعها. اهلا بيكم وبعرصتنا الحلوه. ما تتفضلوا يا جماعه تقعدوا متريحوا كده. يقعدوا فين؟ ده الوكل جاهز، هم بس يخشوا يغسلوا وشهم كده ويتفضلوا على السفره عشان اليوم يعدي خفيف خفيف. ايوه ايه قصدي يعني ناكلوا لقمه خفيفه كده. اتفضلوا يا جماعه البيت بيتنا. اتفضلوا يا حلو. اتفضلوا. اهلا وسهلا. اتفضلوا يا دكتور. اوه نايس موف مان. دي راسه؟ لا شظيه دخلت في كعب رجلي مش عاوزه تطلع. هتطلع هتطلع. بسلامه بسلامه نظيم باشا. اتفضل اتفضل منور. ابوس ايدك. لازم اتصور معاه، ده شبهه بالملي. مين؟ روبن ويليامز. اتفضل يا جماعه. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ده الأكل الخفيف يا ستي هدية. ده ما شاء الله الأكل كتير وزي الفل، بس أنا مش هقدر أكل الأكل ده كله. أنا أصلي بصراحة من ساعة ما جت لي الشصجة في البريء في حرب 73 وهي مقصرة في حبتين. معلش كل على قد ما تقدر. يلا يا جماعة مدوا يدكم ما تتكسفوش. لا تكسفوا كيف؟ ده البيت بيتهم. مد يدك يا عروسة. هو أنت ما بترديش ليه يا حبيبتي؟ هي بنتك ما بتتكلمش ليه يا نظيم باشا؟ هي واخدة شظية في ال ما تاكلوا يا جماعة ولا الواكل ما عجبكمش ولا ايه؟ لا ما عجبناش ايه؟ ده ما شاء الله زي الفل وريحته مفحفحة. إلا مين اللي طباخ؟ خالتي هدية. خالتك؟ يا سلام يا سلام، الريحة جميلة جدا. أنت ليكي نفس في الطبيخ هايل. بالهنا والشفا، ده مش مقامكم ده، والله كنا ذبحنا لكم عجل. ربنا يخليك ويسعدك. أنا آسف يا جماعة، آسف يا دكتور ابني، لو سمحت هات لي المعلقة اللي وقعت. أنا أصلي من ساعة حرب الخليج كانت جات لي شظجة في الحوض مقصرة فيا حبتين. مساح قد ايه؟ الراجل المشخرم ده كله شظايا. اعمل له ايه طيب؟ هاتوا له مغناطيس يشفط الشظايا دي، خلصوه من آلامه يا أخي. هدي سلامتك يا ولد. الكبير الكبير شوف عايز ايه؟ ما تطلع له انت يا اخوي. مش انت اللي قاعد تقول لي مالكش صالح بالكبير ومصريه ومتركيه؟ اطلع له انت تصرف معاه. انت يا بنت يا هديه. ما هو قال لي هديه، ما قالش يا جوني. قال لي يا جوني ما قالش. بعدين ما ينفعش اقوم، في رجاله قاعده لازم اقعد معاهم. يلا قوم. انت يا بنت ست هديه، يبدو ان في حد نابع صوته وبيندهلك، ويبدو ايضا ان هو عارف سيادتك قوي قوي، عشان كده بينده عليك ولك يا بنتي هديه يا بنتي هديه. لا هو مش يبدو خالص، هو واضح موت وكلنا واخدين بالنا ان في حد بيندهلها. قومي يا هديه شوفي الكبير عايز. ايوه انا جايه، ها جايه، استرها يا رب. يبدو ان احنا رحت 60 داهيه. ايوه يا كبير. اديني ساعه عم بندح عليكي، خفيانه فين يا بنت؟ انا جيت اهو. ايه اللي جابك بدري كده يا كبير؟ خلصت مشوار البنك وجبت لك الليله اللي انت عايزاها، لقيت نفسي مفرهد، قلت ارجع الدوار. بيني وبينك عملت بنصيحتك، كلمت الحاج عوض قلت له يجي هو على الدوار، طلع بالصدفه جاي المزاريطه. تاكلوا يا جماعه، دوق من الطبق. ايه الصوت ده؟ في حد جوه في السفره؟ اصل مالك يا بنت مش على بعضك؟ شوف يا كبير، انا هعترف لك على كل حاجه. اكسكيوز مي، ممكن بعد اذنك بس اخد صوره مع حضرتك يعني قبل ما اتفتح؟ اصل شبهه بالظبط. شبه مين؟ مدرس كان بيديني كيمستري في الهاي سكول. بتقولي ايه؟ او ماي جاد، فضحنا خلاص. طيب هروح اهضم بقى عشان اللقمه تقيله. هوب. لا كمل كمل انت نظيم بيه، ما تاخذنيش يعني، ما تنخلاش. ده سلو بلدهم، هيعمل رياضة في وسط الوكل دي. قفز. رايح فين بس يا كبير؟ رايح اطرد الناس اللي جوا دي واضرب فزيع واخوف من جزمة. احب على يدك يا كبير، بلاش فضايح، خلي اليوم ده يعدي على خير. خير؟ ده انا حطين عشتهم. حد قالهم يتفشخروا ويقول ان هم العمدة واخوه؟ وانت كيف توافقي على حاجه كيفك ده؟ والله دهجوني. حرام يا كبير، الواد فزع ده برضك واحد منينا، وانت ما ترضى لهوش الحبس والمرمطه، وهو وعدني انه هيقول الحقيقه بعد ما اليوم ده يعدي على خير ان شاء الله. برضك من سبب يا هديه، من سبب. معلش يا كبير، عشان خاطري، دول هم ساعتين زمن وهيتكلوا على الله، وبعديها ابقى اعمل في فزع اللي انت عاوزه ان شاء الله حتى تصلخوا. ماشي ماشي يا فزع الكلب. رايح فين؟ رايح اعمل الواجب، ابارك للعمده ونسايبه. يا مري كيفك يا عمده؟ كيفك يا فهيم؟ بالباط يا عمده. يا ابن جنابك لابس عبايتي يا حلوف، بعد ما المول الده يطفط حجر مش رقبتك. منور يا كبير، تفضل. مبروك يا فهيم. الله يبارك فيك يا عم.
اهلا وسهلا. اهلا بيك. مش تعرفني على نسايبك؟ امال ايه؟ اللي هو نظيم ابو العروسه وديك بنت عرباب العروسه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لا ما تعرفناش ببعض، بالرغم ان انت ماشي من ورايا ومن ورا قفايا رايح جاي تعبط في ده وتدي ده من غير ما تعبرني. لا ما هو دوك مش غريب، ده الكبير عين اعيان البلد وجوز خالتي هدية. خالتك؟ ما شاء الله. ايوه خالته يا كبير، مش فزعه وفهم يقول اد اختي. شوف ازاي. لعلمك فزع ده يبان كبير لكن هو عيل صغير. عايز اقول لك ان تحت العبايه المعتبره دي كفوله. اهلا 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 وسهلا. اهلا بيك. تصدق ان انا يعني حابب ان انا ادي لك عبط من اللي انت اديتهم لي دول وكم باط، بس بصراحه انا مش قادر اقوم، عندي 270 شظيه داخلين في جسمي مختلفه الاحكام، وده لان اللي قدامك ده بطل من ابطال حروب مصر السبعه، ابتداء من حرب 56 ومرورا بحرب 73 والاستنزاف وانتهاء بحرب الخليج، ده غير لمؤاخذه في الكلمه حبه مقاومه كده في افغانستان. طب وعدم المؤاخذه يعني هي كل الشظايا دي في حته واحده؟ لا متنطورين. الحمد لله الحمد لله، ربنا يعافيك. وبتشوف المؤمن مصاب في الاول وفي الاخر. والله وبجد جحش وكبرت وحتتجوز يا فهيم. خلصت المعهد ولا لسه؟ المعهد؟ معهد ايه؟ معهد ايه؟ اصل ما شافنيش بقاله كتير. داني بكالوريوس طب واخد الماجستير ودلوقت ماشي في الدكتوراه. ما شاء الله ما شاء الله، فهيم سرنجه بقي دكتور. سرنجه؟ قصه طويله. وهو صغير كان يحب يجمع مخلفات المستشفيات اللي هي السرنجات دي ملوثه، يقعد يشكشك بها نفسه ويشكشك زمايله ويشكشك البهايم والكلاب في الشارع وينقل الامراض يعني. من ساعتها اطلقنا عليه اسم فهيم سرنجي. بس تعرف يا فهيم يا ابني انا مفتخر بيك جدا جدا جدا، انت كده قوي، سبت اطيان ابوك العمده وسبت كل اللي انت فيه ورحت داخل على الطب مخلص ماجستير دارس في الدكتوراه. أيوة أنا طبعاً عمري ما نسيت حلمي أني أكون دكتور عشان أفيد الناس وأخفف عنيهم، وده طبعاً بالرغم أن أبويا مات الله يرحمه وفات لي فلوس وأطيان كثير. أيوة 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 فات لك ياما، الحج عباس فات لي الله يرحمه ياما، فات لك أطيان وحاجات ولا إيه يا عمدي؟ أيوة مالي منورين ونوركم غطى على الكهرباء. أيوة بمناسبة الكهرباء، مش وانا جاي الدوار لقيت سلك الكهرباء العمومي عريان؟ يا ترى مين اللي هيمسك السلك العريان؟ مين؟ يا مرحب يا مرحب. الله يرحب بيك ويرحب بإدارك. يا سلام يا سلام، ايه الصورة العظيمة دي؟ ايه ده؟ هيبة وشيبة ما حصلتش، إلا مين دي يا فهيمة ابني؟ ده سرت أبويا الحاج الله يرحمه. الله يرحمه. فاكر يا فزاع؟ ما فاكرش حاجة، فاكر إيه؟ إيه خرطوم الذكريات اللي أنت فاتحه ده؟ قصر يا فهيم قصر وما توجعش دماغاتنا سايبك أمال. ألو يا حاج عوض، جاي نهد ولا ما جايش؟ والله لساك في المركز. طب ايه هتركب وتاج زي خبر الدوار ولا لا؟ مالي انا مستنيك. سلام سلام. خذ يا بنت خذ يا بنت، رايحه فين؟ هروح اجيب لهم الشاي. واه ده خمس دور شاي يطفحوه. هو في ايه؟ ناس دي قاعده متلحمين لحد متى؟ معلش يا اخوي زمانهم ماشيين. منورين منورين بوجودك يا كبير. ايه يا دكتور ليه قاعد كيف المتسلخين؟ قاعد في بيتي يعني.
طب نستأذن احنا بقى يا جماعه، يلا بينا يا رباب. احنا لسه بدري، لسه بدري. بدري من عمرك يا كبير. يلا يا رباب خدي لك تفاحتين تسلميهم في السكه. واه هتمشي دلوقتي يا عمي؟ هو انت لسه قعدت؟ وبعدين انا عامل حسابي انك حتبيت معانا النهارده وموظف اوضه الضيوف بنفسي. لا مؤاخذه ناموسه. لا نقعد ايه ونبيت فين؟ انا بصراحه مش عاملين حسابنا. مره تانية ان شاء الله. ايوه صح، انت صح، تجوا مره تانية حتى تجوا اول اليوم فريش كده. طب تقعد تتفرج معانا على فيلم السهره. لا مؤاخذه لا مؤاخذه نحله. انت قول يا فهيم يا ابني، فيلم السهره ده فيلم ايه؟ فيلم الطريق لإيلات، عجبوه النهارده على القناه السابعه. ما ينفعش يشوفوه. ليه؟ اول هم القنوات الارضيه بتجي عندنا مشوشه كلاتها، ما شغلش غير الهوت برد، ما ينفعش. ثاني هم طريق الليلات تلاقيه شافه 100 مره قبل الدنيا. بس انا بصراحه يا كبير يا ابني، اي فيلم بيفكرني بالحرب او مسلسل ببقى مبسوط جدا جدا جدا، وخصوصا الفيلم الطريق الى ايلات ده. بيفكرني بايام جميله جدا جدا جدا. ليه يا عمي؟ هو انت حضرت تصوير الفيلم؟ احكي لنا عاد كواليس الميكنج بتاعه. ده ميكنج ايه؟ تصوير ايه؟ انا كنت واحد من الضباط اللي قاموا بالعمليه دي. انت تعرف الدور اللي قام بيه الضابط الممثل بتاع اسمه نبيل حلفاوي ده؟ ايوه انا كنت الضابط ده. حضرتك قلت بالحقيقه برضك نسور في الجو وسط البحر؟ ايوه. يا ريتني كنت معاكم. خلاص عياد، ما دام كده يبقى ثلاثة بالله العظيم لانتوا قاعدين متفرجين معانا على الفيلم. ايوه بس يعني ما بستش ولا حاجة يا عمي. واه الشاي كمان جاها، عبال ما نشرب الشاي يبقى الفيلم قرب. عنك يا خالتي. لا مؤاخذة طريشة. عنك يا خالتي. العبايه 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 باظت. هات العبايه هات العبايه. دي العبايه لخالتك، دي العبايه لخالتك. يروح خالتك البلا مؤاخذه يا فزيعه، والله ما خدت بالي. حصل خير يا فهيم، فداك 100 عبايه زيها. عاوزك في كلمتين يا عمده. هو اللي كبهم كلمتين يا عمده جوا قبل جنابك. لا مؤاخذه عرسي. حصل خير يا عمي، حصل خير. تفضلي يا عمي. ان شاء الله. تفضلي يا عروس، تفضلي. اشرب يا رباب. خير يا كبير، خير خير يا كبير. لا تعمل ايه يا دي يا ابني، اعمل لي فيها عمده. يا بقره يا بقره يا بقره يا كبير. لهويه لهويه، بل بطل لي عبايتي المفضله. شاي شاي شاي. لا 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 انا ماليش صالح، ماليش صالح يا كبير. الولا فهيم هو اللي عكعكني في الوجع المربربه دي. طب ايه قولك عاد، انا انفخك انت وفهيم. انح عليه ابن جنب. يا فهيم صوت عالي. يا فهيم تعال يا فهيم. في حاجه فتزع؟ ايوه. لما عريس الغفله امسك فيهم ليه؟ هو بيت ابوك يعني؟ ده العشان برضيك يا كبير، انا زي اخوك الصغير، وانا لما ابويا مات من 25 سنه. لا 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 شوف، فكك من جو المسرح التدريبي ده، فكك مني. ادائك مبالغ فيه، مبالغ فيه على الاخر. اخوي اخوي قمت تشتغلني، اشتغلني تعملهم علي. اسمع يا انت وهو، ما حدش حيتفرج على افلام هنا، فاهمين؟ فاهمين صوت عالي كبيرك. فاهمين فاهمين نفس النفس مع بعض. فاهمين فاهمين. يلا يا فهيم، يلا يا فهيم، يلا يا فهيم. عدي يا فهيم، عدي يا فهيم. ايه اللي توطي؟ افتحوا لك افتحوا. شفت كيف طار كيف القرد؟ عاوز اجرب زيه. جرب زيه. ايه رايك اني حديك منابه ومنابك يا كبير؟ لا يا كبير، لا يا كبير. كويس انتوا جيتوا، تعالوا الفيلم هيبتدي اهو. الطريق الى ايلات.
تعرف كلامك مظبوط، الارضيه كانت مشوشره حبتين، بس احنا الحمد لله مشينا بشوطك ولقيناه على الهود برد. لقيت الطريق اللي قلعت على الهود برد؟ ايوه. الفجر يلقى العظمه في الكرشه فزاع. ايه قصدي فخامه العمده فزاع. ايه انا طالع اكوع خمس دقائق فوق ارجع الاقي خذ راحتك يا كبير. انا اذنك. ايه راح فين انت؟ الله تسمع الكلام بقى، بعد ما تحلف عليا وتقعدني عشان اتفرج على الفيلم تقوم تسيبني وتطلع؟ انا؟ ايوه. الله انت مش كان نفسك تبقى معانا؟ في الحقيقه مش في ساسه الفضيه. ما خليك قاعد معانا وتتسلى. لا انا طالع بس. اقعد اقعد خد حالك بس اقعد. والله لو انت قاعد اقعد بالله ليقك بالحته دي. انت بيت اخوك اكتر من اخوات. منور يا عريس، منور يا رباب. يحصل في الفيلم ده ولا ربع اللي حصل معانا في الحقيقه. احنا شفنا حاجات كتيره قوي 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 من اللي حصل. التوتر كان صعب شويه، عالي قوي قوي قوي. دو 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 دو. الخوف كان اعلى واعلى واعلى. تومتك تومتك. العرق كان غرق وشي اكتر من كده. عرق اكتر من جديه، عرق اكتر من جديه. كان زمان غرقت اللغم وقلات كلاتها. اللحظه دي من أصعب اللحظات اللي مريت بيها في حياتي. كان ممكن العملية كلها تبوظ لو الفتيل مركبش. وركب عاد. طب انت شايفة ايه؟ ركب ولا مركبش؟ ركب طبعا. ما تقولها يا كبير. ركب ركب. ما كانش هيركب. ما كانش هيركب لولا اني انا ضحيت بنفسي ووضعت نفسي في المهالك. وكل ده في سبيل مصر وفي سبيل الحرية وتحقيق العدالة الاجتماعية. كل ده توصلت بفكرة عبقرية إلى حل البراية. البراية. خلاص يا حد، والله عارف الحدوتة. حتى بالأمارة لبست زعلوفة ونزلت بدل الضابط اللي كان جاي لك أحد ولا مش عارف ده ليه. آه صح كلامك مظبوط. بس هي أنا نفسي أقول لك على سر. تعرف يا واد يا كبير، أنا في قلبي حاجة كده عاوز أفضفض فيها. أنت تعرف إن الألغام التلاتة دي ما كانوش تلاتة؟ كانوا كام؟ أربعة. لا يا شيخ، وليه طلعوهم تلاتة؟ شغل سيما بقى، ما أنت عارف. وفروا في لغم. لكن اللغم الرابع ده كان موجود في عربية كبيرة ميكروباص. محطوط في الآخر. بوم! لغم فرع. كل اللي في الأوتوبيس ماتوا. كلنا متنا. مت إيه يا عم الشبح؟ ما أنت قاعد قدامي ها. كلنا متنا ما عدا أنا. أنا لواء ما كانش ممكن أموت موتة عادية كده أبدا أبدا. اللي في الأوتوبيس كلهم ماتوا. بوم! أنا كنت راكب عربية جيب جنب الأوتوبيس الكبير، لكن شظايا نطرت من الأوتوبيس بتاع اللغم زي الرز. في شظية بينهم استقصدتني بقى، قعدت تلف 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 وجت لصاحبها، رشقت في ظهري. من ساعتها مش عارف أطقطق ظهري. قوم قوم افتح الباب، قوم افتح الباب، مالك سيري شحنة. تقول لك ما طقطق وما طقطقش. اهدى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الكبير موجود؟ أيوه موجود. نقول له مين؟ قولي له الحاج عوض. بتحت رمبات المية؟ ايوه بالظبط كده. اتفضل اتفضل يا حاج عوض، الكبير مستنيك. طب يا ستي متشكرين قوي. السلام عليكم. اهلا وسهلا. ازيك يا كبير؟ نورت. الله ينور عليك. انت عندك ضيوف بقى مش هتكلم معاك. الله، عم نظيم. ازيك يا عم نظيم؟ ده انت وحشني قوي يا راجل. انت تعرف عم نظيم يا كبير؟ والله يعرفه من شوية يعني، بس يعني إن شاء الله تبقى معرفة خير. أنت تعرفه؟ إيه اللي أعرفه؟ يا ده عشرة عمر. ده بقى أول شويش أتعامل معاه في مزارع الجيش. أول إيه؟ أول شويش. شويش؟ إن شاء الله. شويش فتيلة وإيلات وميلات وشظايا عم تدخل في كل حتة يا نصار.
الله جرى ايه يا عمده؟ احنا جايين نتهزع عندكم هنا في داركم ولا ايه؟ يا معلم صحيح طبعا يا لطيف. بس يا حلوف بس يا حلوف ده احنا صاب برضك زمر البيع شغال عندي غفير. ايه واللي جنبك ده سرنجه تمرجي وخد دي ده السبب الرئيسي في انتشار فيروس سيف مصر كلها. عم يجمع مخلفات المستشفيات ويبيعها. الشغل مش عيب يا كبير بيه. يلا يا شمام الكل. هو في ايه يا عمده؟ انا مش واخد بالي. ارسيك على كل حاجه فزاع من جناب. خدنا سايبك وعلى الاوفيس اللي ماليش صالح وماتوا على الاوفيس من جناب. تعال فيه تفضل يا نظم بيه. يلا يا رباب يلا يا عروسه. والله شكلك تطلع انت مدلين طبر انت كمان. هو الراجل ده ضحك عليك في اي حاجه؟ اقعد انت اشرب شايك وهجي لك خمس دقايق قول ساعه ساعه بالكثير هديه اعملي له شاي. هو في ايه يا مدام؟ ما فيش حاجه خير ان شاء الله. انت متاكده ان في خير؟ ما تاخدش في بالك ده عادي. هو انت اول مره تاجي هنا؟ اه